ممكن يؤثر هذا التنمر على أداء اللاعبين والخوف من التنمر؟ كيف ممكن يؤثر على أداء اللاعبين ونفسيتهم؟ بالضبط، نقطة مهمة جدا، لأن الجانب النفسي اليوم خاصة هؤلاء اللاعبين أغلبهم صغار السن، يعني 17 18 20، يعني تصوروا لاعبة يعني سباحة يعني أخفقت في السباحة، وصلت في المركز الأخير الحمد لله، ليست عربية، وهي في سن 20 سنة، بسبب حالة التنمر وحالة يعني ردود الفعل عبر السوشيال ميديا، وهذا الأمر خطير. يعني إنه أي لاعب، أي إنسان جالس يعني أمام التلفزيون مجرد إنه يشاهد يعني السباق، يمكن أن يعلق تعليق ساخر، تعليق صغير ممكن يؤثر. هذه اللاعبة 20 سنة قررت الاعتزال، يعني تصور 20 سنة في بداية المشوار، يعني أول مشاركة، فأمر مهم جدا على المستوى النفسي، أن بالعكس هذا التنمر هو يهدم اللاعبين والرياضيين، ولا يبني رياضيين ولا يصلح رياضيين.